القدس وتحديداً في منطقة باب الجديد طل بشوارع جديدة وساحة تقاطع مع شارع يافا يعيد الذاكرة إلى دير فرنسي دمر خلال حرب 1948 والتابع لرهبات مارير براتريس وهي جمعية رهبانية تأملية ومكرسة أيضاً للأعمال الخيرية. وقاد السيد فينكلينشتاين عمليات التنقيب لسلطات الآثار الإسرائيلية حيث أشار إن هذه المنطقة كانت تعرف باسم الحي الفرنسي وتعود إلى القرن الثامن. وفي المقابلة قال: وجدنا المباني التي كانت على جانبي باب الجديد، وهنا بالذات كان دير لرهبات ماريا ريبراتريس، ومن خلفي كان هناك منازل ومتاجر للحجاج. بينما في اتجاه باب العمود كان هناك مدرسة الفرنسيسكان للبنين. ووجد باحث علم الآثار فينكلينشتاين بالقرب من الدير آثار لكثير من الدكاكين البائعة للتذكارات للحجاج المسيحيين، وأثناء الحفريات وجدت أواني تذكارية ومسابح وميداليات وصلبان الأرض المقدسة وعطور تعود إلى سنوات الستينات. في مقره هناك العديد من القذائف وقطع من المدافع وصافرة ما زالت تعمل تعود إلى شرطي بريطاني، وهذا دليل لحياة دفنت تحت أنقاض الدمار في عام 48. وجاء في مقابلة مع فينكلينشتاين أن هذه المنطقة مهمة جداً بالنسبة لتاريخ الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع عشر وتاريخ إسرائيل، حيث أنه مكان صراع عربي يعود لعام 48، وإذ يعد نقطة عبور بين الناحية العربية واليهودية، وهذا الدير مع المباني الأخرى عانى أثناء الحرب. We're the only Christian building that suffered during the war because unfortunately for them they were not located at the right place. وكانت تلك الأيام حاسمة خاصة لشهر أيار من نفس العام للراهبات، مما أدى إلى مغادرتهن للدير والانتقال إلى مكان قريب من البطريركية اللاتينية ولاحقاً إلى المستشفى الفرنسي الواقع في الناحية الثانية من باب الجديد. نجد تاريخ الدير الذي يعود إلى سنة 1888 في كتاب ألفه لاري كولينز ودومينيك لابيير واسمه يا قدس في أيام الحرب، ويعتبر إحدى الأعمال الأدبية. ويذكر الكتاب أن بسبب موقع الدير الحساس تعرض الراهبات وعددهم 29 راهبة لظروف صعبة، والآن بسبب الاحتياجات الحالية غطي المكان بالكامل. والأهم أن الباحث فينكلينشتاين يشرف على تقديم تقرير مفصل يشمل الاكتشافات الأثرية التي يعود تاريخها إلى عام 1888، ويعتبر من المساهمات الهامة في صفحات التاريخ الحديث وخاصة للمسيحيين في مدينة القدس.